ارتفع معدل سن الزواج في الأردن في السنوات الأخيرة بسبب الكثير من العوائق اللي بتبلش من تعقيدات العادات الاجتماعية وبتنتهي عند الظروف الاقتصادية الصعبة، مروراً بالارتفاع الجنوني للشقق والعقارات، مما أدى إلى بروز ظاهرة العنوسة في المملكة. فهل يا ترى تعدد الزوجات هو الحل بالنسبة لهاي المشكلة؟ سؤال مهم ومحير، وأكيد رح تختلف فيه الإجابات وخاصة بين الذكور والإناث. تعتقد أنه تعدد الزوجات هو الحل لمشكلة العنوسة؟ هو يساهم في الحل، لكن في أسباب أخرى. عدم قدرة الشاب على إنشاء بيت جديد يمنعه من أن ينشئ أسرة، وهذا سبب عامل اقتصادي لكن ينعكس على الوضع الاجتماعي. لا، لأنه يعني مش شرط الواحد يتجوز مرتين وثلاثة وأربعة، عرفت؟ أوكي، يعني ممكن الواحد يكون مرتاح مع مرته بحبها وهي بتحبه، يعني مش شرط. بس إنه هي حل برضو، بعض الناس بيقولوا لا، مشكلة العنوسة بتخفف من معدلات الزواج الموجودة عندنا. الإنسان إذا كان مقتدر أوكي ما في مشكلة، بس إنه يعدل بيناتهم. لا طبعا، الحل الأنسب المهر يخف. بس لا شو الحل؟ شو الحل؟ الحل يعني الرواتب، يعني دخل المواطن العادي قديش دخله؟ بين 300-350. الشقق الأجار، يعني بده يتجوز الواحد على سبيل المثال، الشقة مش أقل شيء من 250-300 دينار، يعني مين بده يتجوز الأيام هاي؟ أختي الكريمة، حقيقة العنوسة ليس سبب مشكلتها بس فقط وحلها تعدد الزوجات. العنوسة مشكلة يشترك فيها البنت نفسها، ولي الأمر، المجتمع. ولي الأمر إذا كان مثلا بطلب أشياء فارهة زائد عن قدرة الشاب، هذا سبب من أسباب العنوسة. ثانيا، البنت نفسها ممكن تكون تطمح بتعليم عالي، تصل لدرجة من مستوى التعليم، في ذلك الوقت تكون وصلت إلى مستوى من العمر هي سن عنوسة. إحنا عندنا في الأردن مثلا 25 سن عنوسة يعتبر في الأردن، ما بيجي شاب يتزوج عندما واحد عمره 30 سنة و 33 سنة، إلا إذا كانت هو أصلا أكبر منها بكثير. بالنسبة لحل العنوسة، أنا بقول برأيي أنه في أكثر من حل، وهذا أحد الحلول. تعدد الزوجات شريطة أن يكون قادرا القدرة المادية والقدرة المعنوية لفتح بيت أو أكثر من بيت، فهو جزء من الحل وليس الحل كله. في حال رضا الطرفين لتعدد الزوجات هو جزء رئيسي من الحل، ولا نستطيع الاستغناء عنه. لا طبعا، لأنه في حلول تانية. يعني مثلا عندك السبب، أول إشي سبب رئيسي لعزوف الرجال عن الزواج، مش إنه أول إشي غلاء المهور، الإيجارات ارتفعت، حتى تكاليف البناء ارتفعت، صار في غلاء معيشة أكتر من ارتفاع الرواتب. فهاي لما بعدين كمان بالإضافة للعديد من الأهل إنه ما بنظر نظرة إنه والله بدنا نخفف عن هذا الشخص اللي جاي متقدم لبنتنا، لا، بصيروا يطلبوا طلبات. ممكن يكون من ضمن الحلول، نعم. بس رح يحلها بشكل جذري؟ أكيد لا. طب شو الحل معناته؟ الحلول من ممكن تخفيف المهور، واحد من الحلول. هلا تعدد الزوجات له لازم يكون أسبابه، تمام؟ تعدد الزوجات بده يكون في اسباب مقنعه عشان واحد يكون في تعدد زوج، تمام؟ هلا ممكن قلت لك تخفيف المهور شوي يخفوا على الشباب. احنا عندنا كثير من الانوثه في البلد، بس انا بحكي لك الاسباب لها من اهالي، لان لما يجي واحد يخطب البنت بطلب مهر غالي، والوضع عندنا مش مستعد. يعني الحل مش تعدد الزوجات؟ لا، مش تعدد الزوجات. الحل قصدك انه الاهالي هم اللي يخففوا؟ الاهالي يخفف. لما يجي واحد يطلبوا 5000 مهر، تلبيسه بصير قديش بده يكلف الخطبه لحالها حوالي 5000-6000، شو بده يتجوز الولد؟ طب شو رايه؟ شو راتبه؟ شو بده ياخذ من هاي؟ هو راتب حكومه او راتب شغله، يعني قناه بجسمه بمنطقه سياسيه، بس شغلات ما بكفي. والله انا مع تعدد الزوجات، لانه الشرع حل الاربعه. بحل المشكله يعني؟ هو مش قصه انه بحلها، بس انه بحل جزء منها. والله انا بقول لا، مش تعدد الزوجات هو الحل، هو لازم يكون في اليه لرخص المهور. لرخص المهور، العزابي الان بتطلع بده غرفه نوم 5000 ليره، بده تأثيث بيته بخمسة، وبده بعرف بده 10-15 ألف حتى لما يسكن.
وبده ذهب وبده قصب وبده بعرف ايش، يعني 20,000 ليرة من عزاب يجوز. فأنا بقول إنه أهل البنات يرخصوا بناتهم، وبعدين حقيقة إنه إحنا عنا آلية في عشيرتنا إنه ابن العم بأخذ بنت عمه لغاية 1500 دينار. أما باقي الناس الغرب إلهم وضع خاص، لكن لازم الناس ترخص المهور حتى العزابي يجوز ما يطلعوا للحرام. إذا مثل ما شفنا أعزائي المشاهدين، بعض الناس قالوا إنه تعدد الزوجات ربما يكون حل جزئي لتخفيض نسبة العنوسة في الأردن، لكنه أبدا مش الحل الأساسي. والكل أجمع وأيد إنه الحل الأساسي بيد أهل العروس عن طريق تخفيض المهور التي تطلب في العروس. بالنهاية الحل لتخفيض العنوسة في الأردن هو في أيديكم عن طريق مراعاة ظروف شبابنا في الأردن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. إسراء حسن، الحقيقة الدولية.